معنويات عالية وإن شاء الله بإذن الله أدخل في الجسر المعاشي. وين وصل وين وصل الجيش اليوم؟ عزام. وهذا إيش هذا المكان؟ النقبة. النقبة مفرق النقبة. يعني هنا عدن. هذا من حقهم. وهذا المكان لا فين ودي؟ هذا من حقهم. بالحافوة. هذا من حقهم هذا. هذه سياراتهم. هربوا وخلوها. يلا يلا. هذا من حقهم. والله. وصارت حقنا. والله. والله. الله أكبر. يلا ما تنزلوا تبترعوا بالله بكل الزامل وانزلوا ورقصوا انزل يلا انزل على نفسك يلا ابترع هيا غم يا اخي معه يا اخي عيب عليكم يلا ابترعوا ابترعوا معك يلا روحوا روحوا يلا ايوه الله اكبر والله الحمد اصر خلهم يرقصوا يا جبوان